السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يعطيكم الف عافيه يا اخوان. يوم جديد وموضوع جديد وزياره جديده باذن الله. طبعا يا اخوان احنا اليوم المطير اخونا ابو عبد الله حسين العقرباوي، ان شاء الله راح نستعرض لكم اجواز الله يبارك له فيها، يعني اشي ما شاء الله نخب ومطير جميل وشخص يعني بشوش ومرتب. اليوم راح نفرجيكم ان شاء الله المطير بشكل عام والاجواز. طبعا هون في برضه عندنا في هون فحول، في عندنا برضه هون طواير، هذول لسه مش مجمعات، يعني اغلبها اجواز، وفي برضه عندنا هون اجواز. ومعانا طبعا ايش اخونا ابو عبد الله راح ايش يعرفنا على الاجواز اللي عنده. اخوي ابو عبد الله الله يعطيك العافيه. الله يعافيك حبيبي، امورك الله يسلمك. اهلا وسهلا، شرفتنا. طبعا رمضان مبارك علينا وعليك يا رب وعلى المتابعين، شهر كريم وخير ان شاء الله يكون فيه. اخوي ابو عبد الله شو بدك تفرجينا اليوم؟ والله نفرجيك كل شيء، في شيء مخبى عليك انت. شيء مخبى علينا؟ والله هذول اجواز هومرات الماني. هون انت حاط الواجهه كلها هومرات؟ والله 12 جوز. ما شاء الله. شكلات شيء اصفر، شيء اسود، شيء موشح ازرق. ما شاء الله. طب شوف انا بدي اصورهم جوز جوز، بس قبل هيك صار عندي فضول اشوف الفحول والطواير اللي جوا عندك، شو في عندك؟ هسه بطلع لك الطواير. نبلش فيهم ولا نبلش بالطواير والفحول؟ بلش صور على ما اطلع لك الطواير. طب هات يلا، انا ايش؟ بدي هسه اخذ جوله هون قبل ما تكون طلع لي الطواير. طبعا ما شاء الله اخوان، هاي الواجهه كلها هومرات. خشاين كلها، خشاين اشي زي ما بدك وزي الطعام. خلاص هومرات جميلات جدا، الله يبارك ما شاء الله. الله يبارك. شوف يا الصوت، شوف يا الصوت، شوف يا الصوت. بس انا بدي الف لك وجه هسه بعد الهومرات افرجيك على الارض شو صار. طلع ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوف لي هالصفر، شوف الفعل كيف واقف. الصلاة على سيدنا. اليوم برضه دول ايش؟ جوز تحتيهم بيض، قماش نعكر صفوتهم. برضه هون في برضه هون هومرات بلاشكا، هون كمان هون زرازير. هون طلعتي هاي طواير. هاي عروق هذول كلهم، هاي كلها خشاين ما شاء الله. اخوي ابو عبد الله هذول كلهم برضه جواز ولا في شيء فلح؟ كل طيره لها فحل. نعم كل طيره عندك لها فحل. نعم. طبعا انت متى بتجمعهم هذول؟ والله باخر الشهر ان شاء الله، اخر الشهر بس يخلص المنخفض. ما شاء الله، الله يبارك لك. يعني مشكل انت شكالي سود، شكالي صفر، حمر. نعم. عراجنه، بلق، خضر ما شاء الله، برمليات سود. مطبق انا 9 جواز. في برضو عندك هون جواز؟ طبقت، وهذول ان شاء الله اخر الشهر بنطبقه. هذول كلهم طواير؟ كلهم طواير ما شاء الله. برضو هون حاطط هون عندك جواز؟ هون جواز مسوي. شوف لو نفتح شوي عشان يبينوا. هون مسويت سود؟ نعم. الله يبارك ما شاء الله. تحت ايش هون؟ مسويت قراكطة. قراكطة. برمليات سود. برمليات هذول مطبقهم يعني. برمليات سود كمان ما شاء الله. هون ايه جنبهم؟ هون رياحنا صفر. هون رياحنا مسويت سود. جوز مسويت سود بلديات، بذرة بلدية ما شاء الله. تحت ايش هون؟ بغادنا؟ بغدادي اصفر. هاي بغادنا صفر كمان. ما شاء الله. بس انت عندك هون فاصل، يعني الطواير حاطهم دائما بخش لحال والفحول لحال قبل ما تجمعهم. في برضه هون جواز عندك؟ تكملتهم، مسويت صفوف خشنات بلديات ما شاء الله. مفتل عبرشه حجم محترم ما شاء الله. والله ما شاء الله، الله يبارك لك. طبعا لسه اخوان الحجم على التصوير مبين اصغر واكبر ما شاء الله. ولقوا ما شاء الله تحت كمان ما شاء الله، ربنا يبارك. شوف بس
الضوء بين اوضح. عد عنيك اخوي ابو عبد الله كمان انا سامع العصافير عندك ما شاء الله فلتهم نايمه من المره اللي فاتت لما صورنا قبل اكثر من سنه تقريبا. تقريبا في صار له سنه وشوي إيه بس نايمات. ها اسمح لك وجوه اي على الشجر وفاسف دللناهم عملنا لهم عشوش جداد نظبطهم. ها ما شاء الله يعني انت هون الخشاين كلها مشكل ما شاء الله كل شيء حاطط يعني نحكي اغلب الانواع العروق مشام شبرمية يعني تربيها اكثر من ربي محبوبة للناس يعني الله اللي انا بحبهم شكاليات برميات شكالي ما شاء الله عليهم الله يبارك ما شاء الله. سواء احنا قاعدين نطلع بس طواير احنا بس نطلع طواير الفحول بدك تفرجينا يوم اخونا ابو عبد الله فحول الطواير خلنا نحبس الطواير يلا نحبسهم يلا يعني تقعد تكون تطلع على خشاين طواير يعني هاي كلها مستوى طيارة هسه نشوف نطلع لك مستوى ايش شوف الفحل شكلية طيارة حمامة اليوم طلع ما شاء الله صور الجو مش راح نصور جو بنصور جو ابو عبد الله على الفاضي صوتك طالع بالمايك اللي معك على راسي يلا ما احبسهم يعني القصد انا فاهم عليك عشان تقعد ينطنط طالع انا في شيء راح شمال شيء يمين خلي انا ابعد شوي اخوان ما شاء الله العمرات الله يبارك له فيهم يعني برضه مستوى جميل واعي طلبيات بلاشكي يعني لا تنسى نحن قاعد نصورهم ليه يعني شهر رمضان شوي الواحد بكون صايم فبعد الفطور شوي الواحد بصحى طلع ما شاء الله طلع الفحل من الدقة فحل على الرص غير على الرص برضاش حبات حلوة الله إخوان طريق نص الشاطئ الخشن هيك تقعد بعد الفطور رمضان تجلع عليهم الإخوان عند الله مطعم عالي عنده سلم تحضر حلقة زمان بيعرف إنك تقدر تطلع لهم فوق تقدر تطلع لهم فوق أمورهم طيبة يعني تقريبا اخوي ابو عبد الله فيهم 50 جوز ما شاء الله الله يبارك والله تقريبا 50 تقريبا 52 يعني انا العدد اللي شفته ما شاء الله 52 يعني بعرف اعطي ارقام 100% ابدا عينك ميزان عيني ميزان يعني بعرف اعطي ارقام والله انا اخوي لما شفت الطواير مع الفحول قلت تقريبا فيهم 50 جوز طلعوا 52 ربنا يبارك ما شاء الله الله يبارك فيك شكالي صفر انت من عشاقهم شكلك والله فيهم عدد والله ما شاء الله هذول فحول الطوائر جو شفتهم انت ما شاء الله بشكل جميل ما شاء الله الشكالي فيهم مستويات ما شاء الله الله يبارك لك يا رب الله يبارك فيك يا رب فوق على الحيط من غير شكل سبحان اللي خلقه فوق دائما غير يلا ما شاء الله الله ما شاء الله
هذول اخوي ابو عبد الله بس سؤال يعني. تفضل. الجواز هاي الموجوده عندك بتبيع من انتاجها، بتبيع من نفس الجواز ولا كيف؟ والمكرر بدي ابيع منه طبعا. والله المكرر يعني بتبيع منه. سواء انتاج او جواز مكرره عندك كمان؟ نعم. ما شاء الله، والله الله يبارك ما شاء الله. الله يبارك. ما ننساش احنا هسه موسم انتاج، يعني فيش كمان خلص شهر زمن بلش الموسم، العالم كلها بتبلش تجمع، يعني انت بتجهزهم عشان تجمعهم. في اشياء اللي فهمته منك المكرر بدك تشيل منه. بدي اشيل منه. بدك تشيل منه. انا شكالي صفر بخلي جوزين بقيم الباقي. ما شاء الله تقريبا عندك سبع ست جواز او اكثر شكالي صفر. ثمانية ما شاء الله. يعني شفت ثمان شكالي، ثمان جواز شكالي صفر بس فقط لا غير ما شاء الله. ريح برضه موجود زرق صفر. هذا البرنامج اللي اسمه طلال عليه ماخذ ايش قنون اول ما طلع هو ايش معلق هون ان شاء الله. اخوي ابو عبد الله يعني ما شاء الله انا شايف انه جوازك كلها خشاجي. مش شيء عندك ولا حبه ناعمه ولا طقطوق ولا شيء؟ لا والله كلهم خشاجي. هسه بشكل عام يعني طبيعه الخشن، يعني انا من الناس اللي جرب الخشن كمان، انه في ناس بتقول لك الخشن بغلب انتاجه مش زي الناعم او بده عنايه اكثر شوي، او بشكل عام بقول لك مثلا حتى التحضين تاعه غير، الجن تاعه لازم اوسع الامور هاي. انت ابو عبد الله بتزوق خشن، يعني شو الاشياء اللي بتواجهها بالخشن؟ هذول الجوات ما شاء الله كلهم منتجات عندك. والله بسوار انا زقيت خشن وناعم. تمام. يعني عندي فكره عن الخشن وعندي فكره عن الناعم. حلو. خشن بغلب بس بجوز التحضير اللي بتنقيه. يكون حنون عشان ما يلتحقش الفرخ. طبعا. ما يلتحق ويطلع حجمه صغير. الناعم لو التحق عادي بصير احلى حد. سبحان الله. الخشن لازم يتغذى مظبوط، يكون جوز التحضير مجرب ومحترم. وهاي البذرة الخشنة اصلا بتزق لحالها. اذا بدك اياها تزق لحالها بتزق. بس الافضل انه يكون عندك تحضير مجرب محترم. يعني ممكن عشان تسرع الانتاج اولا، وثانيا انك تضمن انه يطلع الفرخ بصحه منيحه. واذا بدك الافضل كل جوز تحضين فرخ واحد. كل جوز تحضين فرخ واحد. فرخ واحد. انا بالنسبه لي اذا بدي حجم بحط بيضه بلاستيك تحت التحضين وبيضه واحده. بطلع الفرخ وافي. بطلع فرخ ما شاء الله منيح. بطلع الفرخ وافي. بس كطبيعه انتاج يعني نحكي بده عناية أكثر من الناعم. والله كل الحمام بدها عناية، بس الخشن بده بالذات المسود والأبلق، الأشياء اللي فيها لفة وجه، يعني اللي فيها نحكي زي عكف لفة شوي. أيوة. يعني ممكن الشكلي الريحاني سهل التحضين له سهل. نعم أسهل كمعوال ما بغلب، يعني لما تيجي أنت تلبي الفرق. كلام سليم. اخوان برضو انت يعني بعيد انك قاعد تطلع ما شاء الله على حبات حلوه برضو المطير. انت زي ما انت شايف انا يعني بجوز ما اعطيتك صوره كامله على المطير. مطير يعني مرتب وجميل وانيق، عيونك نفس الحلوة. الزلمه يعني اللي هو مستضيفنا اليوم عنده يعني ايش ما شاء الله متعوب عليه. هو عامل المطير والحمام كيفيه يعني سبحان الله. لما تكون الموضوع الموضوع لإلك ومحبه، غير لما يكون مثلا ماخذ الطير بتقلبه بالمكان الى اخره. ولكن الاعداد عندك ما شاء الله كبير اللي فهمته منك، في اشياء المكرره هاي بدك تشيل منها صح؟ بدي اشيل. وبرضه الكتره الزائده ممكن. والله انا عندي الحضران محصورات ولا ولا الكثره عادي يعني بسيطر عليها. ما عندك مشكله. بس الحضران محصورة. هي مشكلة خشائم بدها طيب عبد الله حضير كبير. نعم. وعلى انت قاعد تحكي 52 جوز برا، هدول يعني بدهم مكان واسع شوي اوسع. والله بسوار اللي بده يزق خشن مش بس بده يخليه بالحضير وخلاص وينساه. لازم الجوز كل يوم يطلع برا، لازم من الحضير يطلع. تمام. يمشي يتحرك. حرك دم. يبك برا. هذا احنا قاعدين نحكي كجواز غير جواز التحضير يا ابو عبد الله. انا بحكي عن الجواز الاساسيه، لازم تطلعها برا بالنهار، الفحل يبك الطيره برا، يتحرك يوسخ برا، بصيرش عنده التهابات ومشاكل.
اما بدك تحطه بحظيره وتنساه لا بدك تواجه مشاكل ما بينفع. بدك شوي دائما تطلعه بغير هواء بغير مثلا عدم مؤاخذه بحرك دمه للطير غير يضل محصور مثلا نحكي بمتر بمتر 100% الطير ما بتحرك بتاتا يعني من البيض يوقف جنب المعلف فقط لا غير او المشرب اتحرك اتحمم تلاقي صحة الطير بضل يعني. مبهج وبضل بصحته يعني حتى ما شاء الله عندك مع انه يعني حمام انت ايش حاطه عندك مع ذلك مبين ان الحمام ما شاء الله من حركتها من تحت لفوق ان الحمام ما شاء الله مرتاح الحمد لله الحمام ما شاء الله مرتاحه يعني في منهم ما شاء الله يعني ضرب الجناح وتقول طير حمام كانهم طيور كش عصافير اللي على الشجره فوق ضبط حتى ابو عبد الله حاط وانا كواخ مظبط الموضوع اخي ما فيش غلبة بين الحمام والعصافير ابدا هاي اكلهم لحالهم الحمام ما بتاكل من اكل العصافير بوكلوا عادي بس متاقلمين مع بعض لا متاقلمين ما شاء الله الله يبارك يا رب بعد خشاين الله يبارك لك فيها طيب احنا جايين السليل يا اخوان تجي بنهار المنظر بيختلف انا ممكن قليل الحكي لاني قاعد بطلع قاعد ماسك الكاميرا بطلع قاعد زيكم طيب ما شاء الله ضرب الجناح الطير ما شاء الله يعني واحد ما شاء الله ربنا يبارك هذول اخوي ابو عبد الله اللي هو مرات جديد جايبهم على ما اعتقد والله جبتهم جديد بس ما شاء الله عليهم الله يبارك لك فيهم مستوى حلو مستوى جميل جدا يعني حتى انا على التصوير اعتقد انهم يعني مش مبينات بالحجم الطبيعي تاعهم الهومر الالماني الاصلي مش اللي بيجي نص هومر أكثر من لون الأخص الأصفر يعني ما شاء الله أصفر من كل كلر مميزات جدا ما شاء الله الله يبارك طبعا جديد اللي قبل لقيتهم فوق رفصة فوق وقعدت إيش أتجلى حتى هون أخونا أبو عبد الله مخفف ديكور فوق كان في أكثر كأنه لا كان في شجر كان في شجر على ما أذكر هيك شوي مخففين يعني ربنا يبارك بالأول والآخر ما شاء الله عليهم حلقة خفيفة لطيفة خشاين الأمان مرتبات إن شاء الله ممكن نعملهم حلقة جاي بإذن الله لقدام نفرجهم الإنتاج شرف إن شاء الله والله هذول في منهم للأمان يعني ما شاء الله عليهم الله يبارك وننساش أخوان طبعا بصور لكم يوم ليل احنا قديش ساعة هسه ليه؟ 12 بالليل قاعدين نحكي بعد منتصف الليل ما شاء الله طالعين يهوجوا ويلعبوا محلاهم ربنا يبارك اخوي ابو عبد الله الله يبارك يعني ما شاء الله شرفنا والله الله يسعدك يا رب الله يسعدك انتم متابعينك والله ميت اهلا وسهلا طبعا يا اخوان هيك بنكون وصلنا لحلقتنا اليوم حلقة خفيفة لطيفة نشوفكم على خير يعطيكم الف عافية سلام